بداية أحداث اللقاء. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. الله الكرة، هذه ضربة رأسية، هذه كرة، هل ينجح في يحاول أن يسدد الكرة من هنا؟ هدف لتونس، هدف لا يمكن أن تلوم فيه حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤية الكرة. يا لها من بداية رائعة جدا، من بداية ناجحة بهذا الهدف المبكر. اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. كرة إلى الأمام، كرة من جهة اليمين، خزري، كرة تلعب على الجناح، كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة. تلعب الكرة إلى الأمام، يلعب كرة طويلة. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. يلعب كرة على اليسار، وأجمل بينية، ويعود بالكرة إلى الوراء. كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. يحاول أن يلعب كرة بينية، الكرة ملعوبة من مسافة، قد تكون هذه فرصته. خزري يلعب كرة طويلة، موجود لإبعاد الكرة، الآن فرصتهم للمرتدة. غانب غير قادر على الاحتفاظ بالكرة، يمر ويلعب كرة بينية. يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن، والتسديد، وكرة في اتجاه المرمى، جول! تلك هي فائدة التدريبات على دقة التسديد. حارس مين يا عم ممكن يصد هذه الكرة؟ هذه طريقها إلى المرمى مفتوح. نواصل المباراة وأصبحت النتيجة متعادلة. أمارتي يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع، والآن نهاية الجزء الأول من هذه الحكاية، نهاية الشوط الأول في هذه المباراة. الشوط الثاني على وشك البداية. تونس سيطرة كاملة على الشوط الأول، لكن بدون فاعلية حقيقية، فرص بالجملة ضاعت. هذا الأمر قد يجعلهم بعد ذلك يندمون. يلعبها ببراعة، يبحث عن المهاجم، الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة. خزري يلعب كرة بينية، يلعبها طولية. الله، تسديدة من أول لمسة، قام بتحرك رائع للكرة، لكن الخسارة لم يستفيد منها. مجهود كبير، انطلاقة رائعة، لكن التسديدة لم يكتب لها النجاح. يلعب كرة على اليسار، ضغط قوي وينجح في استعادتها. كرة طولية إلى الأمام، لمسة بينية، يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطراً على فريقه. اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. خزري يحاول تمريرها من بين المدافعين، نقل كرة إلى الأمام، يسدد الكرة، نجحوا في تخليص كل الكرات، الكرة ملعوبة من مسافة،
يقطع الكرة، يبحث عن زميله. كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. كرة إلى الأمام، يلعب كرة على اليسار، يحاول أن يلعب كرة بينية، إمكانية تسديد، تسديدة. يلعب كرة بينية، يسعون لاستغلال المساحة الخالية. الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة. 90 دقيقة من الركض لم تكن حاسبة. هيا بنا إلى أوقات إضافية. مباراة كان فيها الكثير من التحفظ، كل مدرب أظن راضي بهذه النتيجة. 90 دقيقة من اللعب بدون أن يتمكن أي من الفريقين في حسم الأمور. سنذهب وإياكم إلى أوقات إضافية، ونعود الآن مع انطلاقة شوط المباراة الثاني. لا يمكن، لعبة جميلة، تسديدة أجمل. تصدي غير عادي من حارس المرمى، تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. يجرون الآن آخر تبديل لهم. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. رمية جانبية إذن. وان تو جميل. تدخل جميل واعتراض أجمل. وهكذا إذا نصل إلى نهاية الشوط الإضافي الأول. آخر ربع ساعة ماذا يمكن أن يحدث فيها؟ كل شيء يظل وارد في هذه الملحمة الكروية المثيرة. الشوط الثاني ينطلق الآن والإثارة تتواصل. شاهدنا الأهداف، ورغم عدم وجود فائز حتى الآن في المباراة لكن دقة. ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، يتحرك لوحده، يهاجم. يا سلام، فرصة، الكرة تضرب في القائم وترتد. يمر ويلعب كرة بينية، لمسة بينية في طريقة إلى التسديدة في اتجاه المرمى. الله أكبر، الكرة في المرمى، يلعب كرة. الحكم يطلق الصافرة ليعلن نهاية المباراة.